لما كنتوا سوا ببورصة في حدا عطى علي ورقة؟ بعرف، وكان مكتوب فيها انه هو مانو ابو لمصطفى. مين كتب هالورقة؟ انت عرف شي عنا؟ ايه مو كتير. رح موت لأعرف مين. لا تاكلي هم، بهاليومين رح يبين معي. منيح كتير، شكرا لك. شامبانيا شو رأيك؟ بس تأخر الوقت شوي، بعدين حاسة حالي دايخة شوي. معناها بوصلك على الأوتيل، هنيك بيكون أحسن لحتى نشرب شامبانيا. بس بار أوتيل كمان مسكر. معناها شو رأيك نشربها بالغرفة؟ مو أحسن، مصطفى نايم وممكن يفيق، مو هيك؟ معقولة هيك أوتيل ما فيه غير هالغرفة؟ بلا، أوكي ماشي. حلو. ممكن بس تعطيني دقيقة واحدة وبرجع لك؟ طيب. كنام بيك، ما عم افهمك بنوم. كنت قبل مبسوط كتير وعم تحكي، وهلا ما عم تحكي وعم تفكر. يا ترى بشو؟ بشوية امور. مثلا هلا بشو عم يفكر؟ عم فكر بوحدي. مين؟ بوحدي هلا عم تفكر فيني. ليش هي شو بدها؟ أكيد بدها تكون عم تجهز لي مفاجأة حلوة ما بتوقعها. ممكن توقف هون؟ لو سمحت وصل الخانم على الأوتيل. لوين؟ بدي أشوف المفاجأة. شامبانيا شو مشانها هلا؟ هلا مو وقتها، مرة تانية. أنا مكاني مو بهالبلاد، أكيد مو بهالبلاد. أهلا وسهلا يا خانم. كنان بيك اتصل يا خانم، سألني عنك وقلت له إنك طلعتي مشوار. ليش اتصل؟ قال ممكن يطول بالاجتماع وما يقدر يجي هلأ، يعني مشان ما ينشغل بالك عليه. طيب
تفضل. أهلا وسهلا. أهلا فيك. مو عأساس رح تطول؟ ليش أجيت بكير؟ واحد من الشباب اللي كنت مجتمع فيه وانتعب فجأة، لهيك اضطرينا نأجل الاجتماع ونكمله بعدين. اتصلت وعرفت انك برا، وين كنتي؟ رحت لعند رفيقتي. حلو كتير حياتي، افرحت لانك رجعتي تشوفي رفقاتك القدمة يا روحي. انا بدي اياكي ترجعي لحياتك مثل قبل.